عبد الهادي عطا الله محمد شاب عراقي كفيف ولد وهو فاقد لبصره، لكن ذلك لم يفقده بصيرته ولم يمنعه من الاستمرار في الحياة ليختار واحدة من المهن الصعبة وهي تأسيس كهرباء المنازل في منطقة الهارونية بقضاء المقدادية في محافظة ديالى. كانت هوايتي يعني الكهرباء، كان عندي قلابات يعني على الباتريات، حفظت الأقطاب حار وبارد، وبعدين أشخاص عندي من القرية عرفوني ما بأسست لهم، جيت هنا إن شاء الله بالهارونية، همين تعرف يعني انتشر الكلام يعني أنا أشتغل بالكهرباء ما شابه ذلك، فبعدين أحد الأخوة جاء قال أسس لبيتي، أو الأخ حيدر، فأسست لبيته. فعندك الأقطاب مال الوايرات السكلة أنا أنصبها وأطلع شخص وياي، بعض الأحيان يحفر لي بوكسات هنا وشني وايرات بالسامير يعني وياي، وبعدين ورا ما أكمل وقت الربط من أريد أربط يعني الأقطاب مال الوايرات تقول لي أحمر أصفر أخضر، بعدين أربط أكمل أنور. أبو البيت يريد من عندي يعني يريد من عندي ضمان لأبو البيت، اقول له اشتغل لك اكمل تلبخ تكمل انور لك، بعدين ذاك الوقت انت حاسب. تحديات كثيره تواجه عبد الهادي، خاصه مع قله الدعم المقدم من الجهات الحكوميه لشريحه ذوي الاحتياجات الخاصه، ومع ذلك فانه يقوم بعمله على اتم وجه وبشهاده من تعامل معهم. تعرف ما عندنا دعم، يعني انت اذا مكفوف راتبك 100,000 شلون تعيل عائلتك؟ الطريق يعني اروح بإمارة مرتين ثلاثه احفظه مثلا كشجره كحائط مثلا ك يعني شلون مسبح او اي شيء، هذا مثلا الجدار من نفوت فينيما هذا يطلع عليه هيك فرع، فاني احدده اشوف يعني الالوان مالته، بس بعض الاحيان ما اعرف يعني الا مثلا المسه يلا اعرف هذا شنو. جبته اشتغل لي بالبيت، كمل لي البيت مالتي، وقال هسه انا اورك الكهرباء، قلت له ان شاء الله تنور الكهرباء، نور البيت مالتي الحمد لله والشكر، نور البيت ما بي اي شيء. الإرادة القوية هي ما دفعت عبد الهادي ان يمضي قدما في الحياة دون ان يسمح لظروفه الصحية او اي صعوبات قد يمر بها ان تعيق مسيرته المهنية ومصدر رزق عائلته.